نبدأ مع آخر أخبار العربية تحديدا. فضمن رؤية جديدة لموقعها الإنجليزي، أطلقت قناة العربية خدمة البث المترجم عبر الموقع الإنجليزي خلال منتدى العربية للحوار الدولي العربية News Global Discussion، وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية الدولية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس تحرير موقع العربية نت إنجليزي فيصل عباس. صباح الخير فيصل. صباح النور. صباح الخير فيصل. مبروك بالطبع على إعادة إطلاق موقع العربية نت إنجليزي. لو تخذنا في جولة سريعة على أبرز ما يميز النسخة الجديدة أو الإطلالة الجديدة لموقع العربية إنجليش. بكل تأكيد. صباح الخير مجددا. أبرز ما يميز النسخة الجديدة من الموقع الإنجليزي هو ما نسميه خدمة فيو مور، وهي عبارة عن فيديو حسب الطلب يمكن غير المتحدثين باللغة العربية حول العالم ولأول مرة من مشاهدة بث قناة العربية من أهم النشرات الرئيسية وأهم البرامج الأسبوعية بعد ساعة من بثها، متوفرة مع سبتايتلز، مع ترجمة باللغة العربية، بالإضافة إلى باللغة الإنجليزية عفوا، بالإضافة إلى ترانسكريبت كامل وإمكانية البحث بحسب الكلمات التي تنطق خلال نشرات العربية. يعني لو يعني ربما هذا ليس أفضل مثال لذكر صباح، بس فنفترض أنه شخص يبحث عن كلمة داعش في العربية، فبإمكانه الحصول على كل ورود لكلمة داعش في نشرات العربية وبرامجها، وبالتالي هي خدمة تسهل حياة الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا العالم العربي. غير مثلا الباحثين اللي هم متخصصين ورح يجوا ويبحثوا، الإنسان العادي مثلا، حتى نبتدي بالإنسان العربي ثم ننتقل إلى الأجنبي، إيش كي هتكون ميزة هذه الخدمة شخصيا بالنسبة له أو الموقع بشكل عام كمان التغييرات؟ بكل تأكيد. طبعا كما تعلمين سارة، هناك كثير من العرب الذين درسوا في الخارج والذين يفضلون الحصول على جرعتهم اليومية من الأخبار باللغة الإنجليزية، وللأسف ربما هؤلاء فيما استثناء بعض أبرز الصحف العربية الصادرة باللغة الإنجليزية في المنطقة، لا يوجد ما يكفي من مزودي خدمات لتلبية حاجة هؤلاء، يعني وهنا نحن نحاول أن نملأ هذا الفراغ بالنسبة للجمهور العربي المتحدث باللغة الإنجليزية، أو حتى العدد المتزايد من الجاليات المتحدثة بالإنجليزية والتي أتت إلى منطقة الخليج. صحيح. تحديدا مع النشاط الاقتصادي الحاصل والازدهار الحاصل في الخليج. ومن ثم يعني هدفنا الرئيسي من تحديدا يعني بغض النظر عن الموقع الإنجليزي، ولكن خدمة البث المترجم موجهة إلى الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين والعاملين في مجالات حكومية أو غير حكومية، والذين هم بحاجة لمشاهدة نشرات أو معرفة ماذا يتابع المشاهد العربي من أخبار كما هي، وليس مزودة بروتوش أو معادلة إنتاجها بشكل يتلائم مع بيئة المشاهد الغربي. نحن نمنح المشاهد الغربي الغير متحدث بالعربية إمكانية مشاهدة النشرات كما هي. أي. طيب فيصل، كمان يعني أنتوا تحدثتوا أن يمكن يعني هذه الخدمة تمكنكم أنه حتى تترجموها لأكثر من لغة، يعني ممكن توفير هذه الخدمة بعدة لغات بما أنه هي طبقت الآن. شو هي اللغات اللي ممكن يعني تطلقوها قريبا؟ طبعا نحن لم نعلن على أي مشروع باستثناء اللغة الإنجليزية حاليا، ولكن ما أستطيع قوله بكل تأكيد مهيرة هو أنه العربية هي أول قناة في العالم تستفيد من هذه التقنية المتقدمة جدا، والتي استخدمناها من الولايات المتحدة، والتي تمنحنا إمكانية الترجمة الفورية احنا شايفينها الآن على شاشة برنامج طاهر. طبعا كما تشاهدين، بس عشان أشرح كيفية عمل، هناك جهاز مزود بدماغ إلكتروني يستطيع الاستماع والاستفادة من النشرات وترجمتها فورا. وقد أضفنا إلى ذلك عدد من المدققين اللغويين للتأكيد بأن الترجمة دقيقة. لا يوجد لدينا لغات إضافية للإعلان عنها، ولكن ما أستطيع قوله بكل تأكيد أنه هذه التقنية تخولنا الترجمة لأي لغة نريدها بعد ذلك. طب فيصل، خلينا كمان نتكلم سريعا عن المنتدى اللي هو جرى يوم السبت، وكان فيه طبعا حضور كبير، سواء يعني مثلا ممثل فيه سياسيين، صحفيين، إعلاميين، حتى طبعا كان فيه حضور طبعا من الزملاء هنا في قناة العربية. إذا تحكي لنا أهمية هذا المنتدى وإيش أهم الأشياء اللي طلعتوا فيها من المنتدى؟ أكيد كل الضيوف اللي ذكرتيهم شرفتونا بحضوركم. المنتدى هو المنتدى الأول للعربية المسمى بالحوار الدولي أو العربية Global Discussions،
وهو سيأخذ طابع عربي دولي، بمعنى أننا سنناقش القضايا العربية الإقليمية. المؤتمر عقد هذه السنة تحت عنوان ردم هوة التواصل بين الشرق والغرب، وتعلمين سارة أنه يعني هناك الكثير من المشاكل التي تحدث بسبب عدم فهم بعضنا البعض. هناك الكثير من الناس المقيمين في العالم والذين يريدون فهم المنطقة، ولكن للأسف لا يوجد ما يمكنهم من فهم المنطقة بشكل كامل. فنحن نأمل عبر الخدمات التي نزودها بالعربية إنجليش وعبر مثل هذا المنتدى الذي يعني كما ذكرت حضره عدد كبير ومشرف من الأكاديميين والمهتمين بقضايا العالم العربي، أن نأمل بردم هذه الهوة. فيصل، أنا حضرت المنتدى، هل وصلتوا لحل؟ لأنه أغلب الحديث دار يمكن أنه على العرب أن يفهموا أنفسهم أولا قبل محاولة يعني فهم الغرب لهم، يعني مشوار طويل لحد السنبورة هذه يعني يعني هي مجرد للطرح يعني أكثر من أنه محاولة إيجاد حلول. صحيح مهيرة، بداية حل أي مشكلة هو أن نؤمن بوجودها وأن نعمل على تعريف معالمها، والحل بطبيعة الحل ليس يكون عندنا، ولكن ما نستطيع توفيره هو عدد من الوسائل لمحاولة من الراغبين بحل المشكلة أن يحلوها. طب بس سريعا بس نوضح أنه العربية نت إنجليزي ما هي يعني زي ما يقولوا copy paste أو نسخة من العربية نت العربي. نحن نكمل بعضنا بكل تأكيد سارة، وهناك اجتماع يومي لتبادل القصص بين كافة المواقع ومنصات قناة العربية. لكن ما هي ترجمة حرفية للقصص، مواضيع مختلفة كمان بتكون عندكم موجودة للتوضيح. طبعا بنشكر طبعا زميلنا، طبعا الموقع الآن كان بان على الشاشة، كان معنا طبعا زميلنا رئيس تحرير موقع العربية نت الإنجليزي فيصل عباس.